بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. وصار لنا كحارسنا من الغارات يحمينا هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. وإن تسأل عن العليا فمعنى وصفه فينا وها نحن وقد بتنا نرتله مصلينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حين فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا. جوار الكعبة الغرة تواعد. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا فصار. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع سيدة ولالك أشيغي رجيني إن شاء الله تعالى عاوحي إلى إغوى فتشينا كي لهذا، وإعداد الشباب المسلم وأثره في المجتمع الإسلامي. الشباب وناكسن ديارين تودا دليرا وناكسن ديارين تيدا يارين تاسيرات كاي كل هذا هاي بلشدا أما مجتمع مسلم كا. الله تبارك وتعالى بان مركك وبعد أمه علينا واجبنا إنو قوله
inaan amaano oo aan ku sifayno kamaal iyo dhameystirnaan عيب يا حمان يا دمانانا كنا زهان او كفق تبارك وتعالى السقا يا وحو يا هي ميتك انو نعمي الله تبارك وتعالى ووحكستو اينو نهي يا وحان هي سنبا انو نعمي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الله سي تبارك وتعالى وأماني هاي وأنا مهتسني هاي تبارك وتعالى حكم مهتسني هاي وكم إذا نعم كأوين السي ربي قال تبارك وتعالى إنو نقرد قي ضد مسلمين oo ahlu diin ah oo nicmadii ugu weyneyd wuxuu bixiyo nicmooyinka uu bixiyay ugu qaalisanayd ayuu ina siiyay waxyaabaha kale oo dhan marka la garab dhigo waxay noqonayaan nicmooyin iyada ka raxiisan oo u dhawayn laakiin nicmada qaaliga ee wax loo dhiga aan lahayn waa nicmada diinta iyo islaamnimada والله تبارك وتعالى دتك وجعلي هاي كلية سيو كو خاصية له تبارك وتعالى موضوعا وحن جعل هاي إنان مركو هوري بل وحير عن مقدمو كبحنو ابن آدم كا هي مرحلة لها كلا قدسان ونولوشي سمرايو سيانو وقانو مرحلة دلن يرى النمضو ميشا اي كغتشير تو تطور كا اما هرمر كا ابن آدم كا يمراحيشا او مرا ينولوشيس ابن آدم كا انتو سن دلنين سيدا قرآن كو ينوت المامي مرحلة دو سو مراي مرحلة دا هاسي انتو سن دون كا ايمانين او سن دلنين كو هرريسي آدو سي قلي مايو waxaan jeclahay inaan ka soo gaabsado laakiin markuu dhasho kadib oo adduunka u soo baxo ayuu wuxuu marayaa saddex marxaladood oo muhiim ah marxalad afraad baa xigi karta oo dadka qaarkood ay gaadhaan marxaladda koowaadi waxa weeye waa marxalatu tufuula wasiba marxalada عرور نمضة إيو محو أهاي دائري دا مرحلة دا سي عرور نمضة أما هنو قطو مرؤو وحكال الساري مرحلة حالة التمييز أما هنو قطو انتو سنوليح وحكال الساري كرين وحكال التمييزين كرين waxaa la isku yiraahdaa marxaladu sibaaba la isku yiraahdaa waa yaraanta marxaladeeda weey caruurnimada ayaa qayb ka ah oo marxalada hore ku jirta wa mid Allah tabaaraka wa ta'ala fi alquraan alkariim uu ku tilmaamay oo uu yiri thumma nukhrijukum tifla waanu idin soo saarayna idinka oo caruur ah يعني أوركي هويا لغاسو ساري يادغو طفلي اه وإلميرو عرورا إلمهو مركا مرحلة دا هوري وعرور تيهي ومرحلة قعنت اللغو هيو ومرحلة لمامولو ومرحلة لكوريو ومرحلة عدة إساقة مركاسي مسؤول كاكا sibu xida ay gacanta ugu hayso wa arintiisa waa arin la haymaneeyo way asaguna marxalada hore wuxuu ogol yahay gacantu ogol yahay oo edbintu ogol yahay oo waxu sheegibu ogol yahay oo muxuu ahaayay kama san taagayo
ama iskalama weyna in uu cidda mas-uulka ka aqaato maamulkeeda iyo taladeeda iyo qorshaha kolba ugu talagalo adiga marxalada hore gacantu ku jira. Ruux ka weyn ayuu caqligiisii ruux ka weyn baa caqligiisu maamulaya, caqli ruux isaga ka weyn ayaa maamulaya, waayo aragnimo ruux kale uu leeyahay baa lagu maamulayaa, talo ruux kale uu markaa ku jiraa. Marxalada waxaa ka dambaysa marxalatu shabaab, oo middan hadda aan ka hadlayna ah, waana marxalada maa bacda albuluuq, markuu qaan gaadho wixii ka dambeeya wey. Qaangaadhka markuu qaan gaadho ayaa waxaa u bilaabanaya marxalo cusub, isbeddel baa tii hore ku imaanaya. Markaasuu wuxuu galayaa nolol cusub, aragti cusub, isbeddel baa imaan, fikirkiisa sidii si ka gedisan buu u fikirayaa. Hadduu rag yahay, hadduu dumar yahayba jirkiisii waa isbeddelayaa. Isxilqaan baa markaa galaya, isxilqaan ayaa galaya, marxaladulquwa ayuu markaa galay. Waa midda rabbigeen ka cabiray tabaaraka wa tacaala, thumma litabluguu ashuddakum, xooggiina markaa inaad gaadhaan. Waa xilliga uu marka xooggiisu dhammaystirmo oo awood uu yeesho oo wax isbido, xilligaa isagaa wey. Xilligaas dhallinyarnimada uu ku jiro laga bilaabo markuu qaan gaadho, ilaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan afartan, da'da afartanaad, qaar waxay tilmaamaan ilaa soddon, soddon iyo dhowr sano. Adiga marxaladaasi waa marxalada loo yaqaano ee da'yarta la yidhaahdo, ama dhallinyarada la yidhaahdo, ama shabaab la yidhaahdo luqada carabiga marka laga cabiro. Waana middaa qur-aanka kariimka uu ka cabiray, thuma litabluguu ashuddakum, waa xilliga bini aadamku u xoog badan yahay wey. Marxalada iyada ah khasaa'isteeda waxaa ka mid ah ruuxii yaraaye gacanta lagu hayay la maamulayey, maamulkii waa ka hoos baxayaa, nooc wuxuu qaadanayaa inuu xoroobay, oo xadhiggii iyo gacan ku hayntii iyo seetadii iyo maamulkii iyo wixii oo dhan waa ka dhex baxaya. Xoogaa waxaa galaya yacnii qab iyo isla weynan iyo waad madax bannaanaatay iyo muxuu ahaayey inuu nolosha wax walba oo ku saabsan isagu keligii waajihi karo. Xaaladaa iyadaa wuxuusan u dulqaadan karaynin canaanta diidaya, muxuu ahaayey edbintii buu diidayaa, maamulkii gacan ku hayntii buu xoogaa ka santaagayaa. Marxalad kale u baxay markaa, marxalad kale iyo xaalad kale ayuu markaa u baxay. Marxalada saddexaad ee ibni aadamku uu maro taa markuu ka gudbo waa marxalatu shaykhuukha, markaasi duq iyo muxuu ahaayey waayeelnimo iyo jirhkiisii oo dabca iyo isagoo boolbool markaa u kala furto, yacni waxa weeyaan in yar in yar usii jilca, ayuu markaa noqonayaa marxalada xigta. Waana marxalatu dacfi thaaniya waay, midda hore ee dacfiga, marxalatu dacfigu midda hore waa markuu yaraa, midda dambana waxa weeyaan waa marka uu gaadho marxalada sheekhnimada ama duqda uu da'nimada uu gaadho. Waana midda rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim uu ka cabiray, thumma litakunuu shuyuukha, inaad odayaal noqotaan. Marka waa da'ooda odaynimo wey. Saddexdaa marxaladood ayaa bini aadamku maraa, qaarkood ilmanimay ku dhintaan, qaarkoodna da'yaridii intay dhallinyarada yihiin bay dhintaan, qaarkoodna markay duqoobaan oo marxalada sheekhnimada iyo duqnimaday soo gaadhaan bay dhintaan. Dadka qaarkoodna marxaladaasi duqnimada waxaa uga dambaysa marxalada cantatabka, muxuu ahaayey ardalulcumurka qur-aanka uu ka cabiray, yacni cumriga midka ugu liita oo ruuxii maskaxdii iyo caqligii iyo garashadii iyo garaadkii inta laga qaado ayuu sida carruurtoo kale markaa noqonayaa.
ومحو هاي ننكسه في الخلق واحد دبا لو علينا يايو سرير بكو رسانا يا سيدي ما نكو دا شيء وسرير تاوغو أروري وكالي يعني حول كبال كيرك المهل وريد هل كاسو كلو كو رسانا